ستفرج الحكومة قريباً عن دفتر شروط ينظم نشاط صناعة وتركيب الأجهزة الإلكترونية والكهرومنزلية، فهذا القطاع كان مسيراً بمراسيم تنفيذية تسيره فقط بعيدة عن تنظيمه والسير به نحو التطور. Un cahier de charges jadid qu'on va soumettre incessamment à l'examen du gouvernement. Ce cahier de charges, il porte beaucoup plus sur l'idmage, sur l'intégration. Parce que les opérateurs qui sont dans l'électroménager, comme tous les opérateurs qui sont dans le montage, ils sont tenus par des obligations du cahier des charges pour un respect du pourcentage d'intégration qu'ils doivent observer, ne serait-ce qu'à partir de la troisième année. Nisbet l'Ijmej, normalement, à partir de la troisième année, il doit être au moins de 20% pour l'électroménager. عشرات المصانع شرعت في عمليات التركيب والتصنيع منذ سنوات بلا دفتر شروط بشكل يتساوى فيه كل المصنعين في الامتيازات رغم اختلاف مساهمتهم في الاقتصاد الوطني. احنا طالبنا بهذا الدفتر، طالبنا به عدة مرات، يعني في إطار يعني الاجتماعات اللي كنا نديروها مع الوزارة المصرية ولا مع وزارة التجارة، كنا نهضروا دائما على دفتر شروط من أجل تنظيم السوق، لأنه يعني للأسف في بعض الحالات كاين كما نقولوا كاين اللي يصنع ويصنع بنسبة إدماج يعني ضعيفة جدا، وعنده لو ميم أغريمون بالنسبة لواحد اللي يصنع وعنده نسبة إدماج كبيرة. يا مينيموم دو طو دومبلوا ان مينيموم دو طو دانتيغراسيون، هادو بين زوج لازم يكونوا ايفوليتيف. يا لو نيفو دانفستيسمون ثاني اللي لازم يكون ايفوليتيف اوسي. بهذه الطريقه رايحين نتحكموا في الصناعه. سنه سوداء مر بها مصنعو الاجهزه الالكترونيه والكهرومنزليه بعدم تجديد تراخيص استيراد الاجزاء الداخله في التصنيع، كما ان مشروع قانون الماليه يحمل ضريبة على النجاعة الطاقوية على كل منتجاتهم، ليعطى الانطباع بأن هذا القطاع يسير نحو المجهول للتطوير في انتظار ما سيحمله دفتر الشروط الجديد من تصحيح للأوضاع.